على قد ما الواحد سعيد ان هو هيتخرج، على قد ما هو حزين ان الايام اللي احنا عشناها مع بعض خلاص انتهت. امتحاناتنا، قعدتنا مع بعض، لمتنا، كل الايام دي الواحد فعلا بجد حزين ان هي انتهت. ولكن يعني هنفضل على امل ان احنا باذن الله هنتقابل تاني. دفعتنا حلوه، وتحيه دفعتنا، ومبروك عمر طارق. انا شايف ان الجامعه لازم تقفل بعد ما احنا نمشي بصراحه. دفعتي هي أجمل دفعة في الدنيا، وأنا نجحت بسببهم في مواد كتير. فارمسي في الجامعة دي بعد دفعتنا المفروض تقفل. بص يا جدعان، من الآخر كده الدفعة دي مفيش زيها. صح احنا بنقعد نخبي على بعض، بس احنا في 100 100. دفعة جدعان ورجالة جدا، وإن شاء الله ربنا يوفقهم كلهم، ودول هتشوفهم إن شاء الله، دول اللي هيبنوا مصر بعد كده. أنا سعيد جدا بمعرفة الدفعة ديت، ربنا يكرمنا يا جماعة، ورب نتقابل بعد التخرج. بحبكم قوي. انتوا احلى دفعه بجد حصلت، ودي احلى سنين في حياتي. احنا احلى دفعه حصلت في الجامعه دي، ومش هتتعود تاني والله. دفعه جامده جدا، ويا رب يا رب نفضل مع بعض على طول، ودفعه مش هتتكرر تاني ابدا. الدفعه دي لا جه قبلها ولا هيجي بعدها، ولا حد هيجي خالص، احنا وبس. تعاون يؤدي الى مشاركه، مشاركه تؤدي الى فعاليه، فعاليه يؤدي الى نجاح. احنا دفعه تحفه. احنا دفعه جامده اساسا، اجمل واحلى دفعه، ومش هتتعود تاني، وعايزين نعمل لهم تمثال بجد. دفعة محترمة، ربنا يوفقكم في حياتكم كلها. بجد أحسن دفعة أنا جريت معاها. أحلى وأجمل دفعة في الجامعة، ويا رب يوفقنا كلنا. أكتر دفعة متعاونة، وأنا بحبكم كلكم، وربنا يكرمنا كلنا يا رب. مبروك لأحلى دفعة، وإن شاء الله دي تكون أول خطوة في تحقيق أحلامنا. أحسن دفعة، كفاية إن أختي فيها. دي أحلى دفعة، كفاية إن أخويا فيها. أنت قصدك على دفعة معلش؟ والله أحلى دفعة وأجمل دفعة، وهوبفولي جود لك الكل. دفعتنا دي احسن دفعه في الدنيا، وانا كان حظي حلو ان انا كنت موجود معاهم. ربنا يوفق كل واحد فيهم ويحقق كل اللي يتمناه ان شاء الله. احلى سنين عمري، وتعبنا كتير، وربنا يوفقنا كلنا، وربنا يوفقنا بعد الجامعه. احلى اصعب 5 سنين في حياتي، وربنا يوفقكم كلكم. بس احلى دفعه، واكتر دفعه متعاونه، وربنا يوفقنا كلنا، وبجد يعني اكتر دفعه بتحبوا بعضها. انتوا احلى دفعه انا جريت معاها، بجد مبسوطه جدا ان انا اتعاملت معاكم. الف مبروك لكل دفعتنا، وان شاء الله نبقى احسن دفعه في الجامعه كلها. دي اجدع دفعه في الجامعه كلها، وميرسي لكل حد ساعدنا ووصلنا لليوم ده بجد. ميرسي بجد، كانت اجمل ايام حياتي. انتوا بجد اجدع دفعه، ربنا يكرمكم ويوفقكم كلكم. بجد كانت احلى 5 سنين في حياتي، ميرسي لكل واحد ساعدنا، بجد اجمل دفعه، ربنا يوفقك يا رب. والله اجمل سنين حياتي قضيتها وسط الدفعه دي، واتمنى لهم كل توفيق ان شاء الله، ومستقبل جميل، وربنا يوفقهم جميعا. دفعتنا دي احسن دفعه بجد يعني. والله يا جماعه، من غير الترخيصات بتاعتكم دي كان زماني ما شمت كذا برشامه واتقفشت. دي دفعه صح الصح. الدفعه دي صح الصح، وبتعمل لنا ملازم صح الصح.
دفعة حلوة جدا ومتعاونة جدا، والجروب ده شايلنا كتير. لولا الدفعة دي ما كانش زمان الأول مكرر. بأمانة الدفعة دي أجمل دفعة في تاريخ التعليم العالي، المفروض يسافروا لنا كندا ببلاش. بجد أنتوا أحلى دفعة وأجدع دفعة، أنا فخور إن أنا منكم. أحلى 5 سنين قضيتهم مع الدفعة دي. يا دفعة أنتوا مش ممكن تتعودوا أبدا. أجدع دفعة وأجدع أصحاب في الدنيا. دفعة ما ينفعش تتنسي أبدا. أنتوا بجد دفعة عمرها ما تتنسي بصراحة، يعني سو كيوت. من الآخر دفعة جامدة بس. فخورة قوي بالدفعة دي ومحظوظة ان انا كنت واحدة منهم، وان شاء الله ربنا يوفقنا بعد ما نتخرج. يا اسطى الدفعة دي رجولة بجد بجد بجد، احلى جوب واحلى دفعة. عايزة اقول انها دفعة جدعة جدا. دفعة كده من الاخر ملهاش حل. الدفعة دي مش هيجي منها اتنين. انا والجولة دفعة 10 على 10. لولا الدفعة دي ما كناش اتخرجنا من صيدلة خالص. اخيرا هنتخرج بعد 5 سنين، يعني عدوا علينا تقريبا كانهم 50 سنة. بجد احنا 5 سنين قضيتكم معاكم وهتوحشوني قوي، ويا رب يوفقكم كلكم، يا احلى دفعه في الدنيا. مش صدق بجد ان ده اخر يعني ترم لينا مع بعض، يعني مش هنرجع كل ترم كنا بنشوف بعض وبسلم عليك كل يوم الصبح، كنا بنهزر بنرخم على بعض بنخرج مع بعض بنطلع رحلات بنعمل ايفنتات مع بعض، الفوز دي تحفه بجد. يعني اتمنى اشوفكم كلكم تاني، سواء في المستقبل نتجمع تاني في الجامعه كل سنه مره، وعايز اقول لكم بجد كلكم هتوحشوني جدا. دفعه حلوه، دفعه حلوه مفيش كلام. يلا الحمد لله بصراحه دفعتنا دي كانت اجمل دفعه واحلى 5 سنين عدوا في الواحد، يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم كلهم كده، ومش هي زيها بصراحه في الجامعه دي خالص. على كده اجمل دفعه ومش هتكررها تاني في الجامعه دي، وهتوحشوني كلكم. احسن دفعه حقيقي يا رومي الكنديه. اجدع ناس اتعاملت معاهم هي الدفعه دي. ال5 سنين دول اتعدوا كانهم 5 سنين. دفعتنا اجدع صحاب واجدع واحسن دفعه في التعليم. بتمنى الدفعه بتاعتي ان شاء الله يعني مستقبل كويس بعد التخرج، وربنا يكرمهم، ويا ريت بس يعني الصحوبيه اللي بيننا ما تقطعش بعد التخرج يا رب. اجمل دفعه في الجامعه في الدنيا كلها، وربنا يوفقنا كلنا يا رب، وان تبقى حياتنا كلها جميله. دفعتنا والله ناس محترمه وناس زي الفل، والواحد شرف لو عرف ناس زيهم، وربنا يكرمهم ان شاء الله بعد التخرج. هذه دفعتنا دي سبيطار مهبل. دفعتنا دي ارجل دفعه في الجامعه كلها، وان شاء الله كله هيتوق ربنا يوفقه. عيد تاني. والله دفعتنا دي بالذات يعني الشباب بتوعها ارجل ناس في الجامعه، والبنات والله ناس محترمين وربنا يوفقهم كلهم. فادي عادل. نيا سعيد. سامر بسامير. احمد مجدي اسماعيل. مريم عادل. ميريام بدار. فاليري عادل. زي محمد رفعت. اوليفيا سامي. اسماء شوقي. انا فادي نبي. مونيكا قصه ارمي. مريم. رامي امين. مينا دبابه. كيسو سيم. احمد مجدي. عمرو طارق. ريم سرور. مينا سامي 108-108-6. ساره جمال. محمود عزت. يوسف. محمود ششتاو. شريف توفيق. حسام المحبوب. انا اسمي مصطفى اسماعيل. احمد هشام. علاء حسام. بلال القماس. مورجان. زين. مينا رأفت. ابراهيم. احمد سعد. انا ابراهيم محمد. اسماء عبد الحق. خلود المناي. محمد الشمال. رضا محمد. سارة اشرف. ريهام بسيزا. محمد السيد. طفاء مصطفى. هاجر احمد. عبد الرحمن القهوجي. محمد نبيل. جورج اشرف. هند محمد. سارة عوض الله. مرام حسن. بشو ياسر. رامي زخير. مينا مشيل. محمود محسن. مهر عادل. سارة السباعي. علي حسين. أحمد عبد المحسن. جورج مجد. مروة الحنفي. فرح الإيزي. مان العش. باسل هاني. زينب السعيد. نرمينا عصام. أحمد عاشور. صلاح الدين محمد. تامر محسن. يا عم احنا بنفهم برضه، مش كلام اتقال على الدفعه دي. ايه يا بنت بس عامل ايه؟ لا ايه؟ كلها؟ كلها. حشونا طب
يا سوسن هي هتقولي ايه؟ فكري كده شوفي تقريبا بتاعت لولا لولا. اوكي انا هحصل قلنا وراكم صوت من القماس ومحدش يا عم مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلو دنيتنا مبروك مبروك